الصلاة والسلام: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه النسائي. والطعام متعة وقوة للأبدان، وإذا شكر المسلم ربه عليه غفرت ذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وإن أصاب الجسد مشقة أو جهد أو شيك بشوكة أو نحوها كانت حطا لمعاصيه. قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا